طبعا منذ تاريخ 13 فبراير إلى هذا المساء ونحن نعيش أجواء شبيهة بأجواء ما بعد 16 مارس الماضي من حالات قمع وظلام دامس يخيم على أغلب المناطق وإغلاق للمحلات التجارية مع أذان المغرب وقلة الحركة في الشوارع والمواجهات الليلية، وهي أجواء ما بعد 16 مارس. إذا البحرين ترجع إلى الوراء في المربع الأمني متسارعة، ويثبت شعب البحرين أنه تعافى تماما من الضربة الأمنية الشديدة الذي تلقاها بعد 15 و16 مارس بعد دخول قوات درع الجزيرة. هذه المؤشرات أعادت البحرين للواجهة الإعلامية بقوة في الثلاثة أيام الأخيرة، ونسفت كل الشهور وكل الأموال وكل شركات العلاقات العامة وكل الدجل والتحريف الإعلامي التي سعت له السلطة مع القنوات المأجورة التابعة إلى النظام السعودي. مشهد واحد من فوق كوبري القدم والزحف الذي جرى في شارع 14 فبراير هي صورة، هو مشهد فيديو واحد يضع البحرين من جديد أن هناك شعبا بعشرات الألوف يخرج محتجا إلى الشوارع، يعني كل الأموال التي صرفت وكل الجهود الرسمية لتلميع ومكيجة وجه النظام القبيح ما عاد يجدي مع شبكات التواصل الاجتماعية، مع الحراك ومع طور الشاب والشابة البحرينية في نقل الحدث والصورة موثقة إلى العالم الخارجي، خلق نوع من التوازن والثقة بقدرة هذا الشاب وهذه الشابة البحرينية في مقارعة أجهزة إعلام رسمية. أنا أرى أن ثورة 14 فبراير تسير في الطريق الصحيح ما دام هناك شعب حي، ما دام هناك تمسك بالمطالب التي خرجنا من أجلها. لم ننشغل بقضايا جانبية أو تبعات الأزمة من قبيل المعتقلين أو المفصولين أو بناء مساجد، هي كلها تبعات أزمة وليست هي الأزمة في حد ذاتها. علينا الآن أن نركز الضغط على العاصمة ولا غير العاصمة. النظام حينما أتى بمدرعات جونجر، المدرعات التركية الجديدة، وركزها في ودعها وجعلها تمشي في القرى لبث الرعب، وأيضا لعودة الاحتجاجات في محيط القرى. في الأسبوعين الماضيين كانت الاحتجاجات مركزة على العاصمة الجانبية يعني رجب والنشطاء، وأيضا من قبلها الجمعيات السياسية، مما جعل السلطة في مأزق وجعل التجار المتخمين المترفين يضجون. لعل اليوم الكل اطلع على بيان غرفة التجارة وتجار البحرين، هؤلاء الكروش ضجوا يصيحون على أموالهم وعلى تجارتهم، ولم يصيحوا على غلق الدوار لمدة عام وهو قلب المنامة والعاصمة النابض، والآن يضجون. لا علينا من هؤلاء الذين يقدمون بطونهم وكروشهم وأرصدتهم البنكية على كرامتنا وعلى حريتنا. هؤلاء كلامهم ليس مسموعا لدى الشعب الحر الذي يطالب بكرامته. علينا ألا نساعد النظام بعودة الاحتجاجات إلى قرانا. علينا أن لا نبقي ذرة خوف. النظام لا يمكن، أقولها بضرس قاطع، لا يمكن له أن يرجع إلى حفلة الزار التي ارتكبها في مارس الماضي وما بعد مارس. نحن اليوم أقوى من فبراير 2011، نحن اليوم بعزيمة وصمود أقوى من عزيمة وصمود 14 فبراير 2011. شعب البحرين 2012 هو أقوى من شعب البحرين 2011، وشعب البحرين 2013 سيكون أقوى من شعب البحرين 2012، لأننا عرفنا إمكانياتنا، لأننا علمنا أننا مهددون بوجودنا، علمنا أن أي تراجع أو أي تنازل أو أي خطوة للوراء معناها انتحار
الى المكون الذي ننتمي له وهي الطائفة الشيعية. مع الاسف اتكلم بهذه اللغة. لهذا انا لا اضع تاريخ معين للنصر ولا اضع موعد معين للنصر كي لا اندفع بحماس انني سوف احقق النصر في التاريخ الفلاني، كي لا اضع فكري انني سوف احقق الانتصار او احقق الرجوع الى الدوار في هذا التاريخ، واذا لم اصل في هذا التاريخ اصاب باليأس والاحباط. لا، انا كل ايام السنة بالنسبة لي هي 14 فبراير. الان انا لدي رزنامة خاصة بشعب البحث 14 14، النظام ان كل ايامنا هي 14 فبراير. اذا ادخلنا هذا التاريخ وهذا اليوم في نفسية وحطمنا النظام بهذا التاريخ انه ان كل يوم هو 14 فبراير، سننتصر نفسيا ومعنويا على هذه السلطة المهزهزة المترهلة الخائفة المستنجدة التي تريد أن ترمي نفسها في أحضان أي طرف، السعودية تركيا، المهم تريد أن تهرب من شعبها إلى 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 حضن يحميها. لهذا لا نضع تاريخ نهائي لثورة البحرين. نحن لم نتعب، ما زال نفسنا نفس عداء كيني او عداء افريقي، لا نتعب. اتوا لنا بمدرعات بمصفحات بطائرات بمجنزرات، نحن باقون في الساحات. الشباب الذي يتقدم وينزل من الكبري وهو فاتح ذراعيه وصدره ويعلم انه سوف يعتقل ويعلم انه سوف ينكل به، ومع هذا يذهب وهو يبتسم. ائتوني بشعب يذهب الى السجن بقدميه، ائتوني بشعب يذهب عار اليدين ليقابل حرس وطني وجيش ومرتزقه ويعلم بمصيره. هذا الشعب لابد ان نراهن عليه، هذا الشعب لابد ان ينتصر، هذه الظلامه لابد ان ياتي يوم ونضع حدا ونهايه لها. لا مجال للياس، لا مجال للخلافات البينيه. نعلم ان هناك فرقاء في الساحه، ان هناك سقوف، ان هناك شعارات مختلفه بين ذاك الفريق وذاك الفريق. علينا ان نعذر بعض فيما نختلف فيه ونتفق فيما نتفق فيه، وان نتحرك وان نصوب كل الجهد وكل الوقت وكل دخات العرق التي تسقط في ضعضعة هذا النظام المترهل. بهذا سنصل أيها الأحبة، بهذه الروح سوف ننتصر. نحن الآن منتصرون، من يتصور بعد كل هذا القمع وكل هذا الفص والقتل والتعذيب والتكيل والشت في الأرزاق أن يقف البحرين بهبة واحدة وأن يخرج الصغير والكبير وأن تبقى المرأة رغم كل ما لاقته من صنوف التنكيل باقية في الساحة؟ هذا شعب لا يمكن أن يهزم. هذه الهبة الأمريكية والأممية والإعلامية التي حدثت في الفترة الأخيرة هي رسالة لهذه السلطة، أصلحي أمرك بسرعة. هذا الشعب استخدمت وسكتنا وطبقنا وطببنا وغطينا على جرائمك لمدة عام، ولكن هذا الشعب مثل أزهار الجبل الذي ينمو في الظروف الصعبة، الذي ينمو بلا ماء بلا ظروف طبيعية. هذا هو شعب البحرين، أراهن عليه لن يدخل اليأس في يقيني أو في قلبي. نحن منتصرون وسوف أذكركم، وهذا الدوار راجعين له، وسوف نقيم احتفالاتنا في هذه البقعة. وليخسئ الخاسئون على طريقة بيانات القومجية العرب في الستينات. معذر على الإطالة ومعذر أني أخذت بعض الوقت من الأحبة.